ارتاحت من بعض التطبيقات. تتكلم على تطبيق منو داق مثلا، صح. من التطبيقات اللي عمل مشاكل كبيرة وصلت الأمور إلى هدم البيوت، بيوت انهدمت من بعض هذا البرنامج. شوف، احنا عندنا يعني معلومات كاملة عن هذه المسألة، يعني احنا في تعاون وثيق بيننا وبين الأخوان في وزارة الداخلية، وللحقيقة يعني هم هناك جنود مجهولين يعني للأمانة، نعم. وما يجب أن احنا ننتقص من دورهم. الأخوان في الجرائم الإلكترونية كان لهم دور فعال في المسألة. قعدنا معهم عدة اجتماع في اجتماعات كثيرة، شرحوا لنا الوضع وشنو المشاكل اللي قاعدة تصير، وين المشاكل اللي قاعدة تتطور. يعني لما أنت تجي تشيك على رقم أختك أو زوجتك أو هذا، تلقى يطلع لك رقم مخزنه باسم وتفر، اللي هو يعني شيء يمكن يخدش للحياة، مسيء، اللي هو عرفت شلون، أصبحت فيه مشكلة. البرنامج كبرنامج حتى احيانا مو ما في مشكلة استاذ، حتى انه يعني مثلا هذه ما فيها خصوصيه، يعني مثلا حتى احنا يعني كنا كمشاهير وكذي في الاعلام او كنا في الفن، اي احد ممكن يحط الاسم، صح. والرقم، صح. يطلع له بكل سهاله، يعني فهذه ايضا مشكله. بدينا الان يعني نشوف انه يعني هذا اصبح وضع لابد انه يعني يتخذ ضد اجراء. شكلنا فريق في الهيئة مع بالتعاون مع الأخوان في وزارة الداخلية، وأيضا بمجهود يعني يشكرون عليه الأخوان في شركات الاتصالات، على مدى يمكن فترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نحاول أن احنا نسكر المواقع. فأنت المشكلة شو تسوي؟ تسكر الموقع، هو يروح يفتح من طريقة أخرى. هي بالنهاية تقنية. والله سالفة تغيرت وتطورت يعني قبل. أتذكر تلعب وياه نفس على ما قالتهم صيدة مصيدة. أكيد. سكره هني يروح يدخل من IP ثاني ويدخل وينزل البرنامج. يجون يقولون يا جماعة أنت ما سكرتوا. ناس يقول لك مسكر، ناس يقول لك لا هم مطروا. أكيد. صحيح. ما رده بخق. لين ما خلاص ما يستطيع. إلى أن وصلنا إلى المرحلة وتسكرت هذه المواقع كلها. فاليوم لما أنا أجي أقول والله أنا راح أسكر المواقع الإباحية وسكر المواقع المخلوة بالحياة وأحجبها، أنا راح أحجبها فعليا، بس ما راح أحجبها 100%، أنا راح أحجبها عنك أو عنكم المستخدم العادي، عن المشاهدين كلهم، عن المستخدم العادي. أي. اللي ما يطلع على بوب اب، ما يطلع على في شو اسمه، لما يسوي استعلام بطيء طبيعي، بس اللي يروح يدور، بس في ممكن تريكس ممكن قصدك، اللي يروح يدور راح يقدر عن طريق برامج معينة اللي هو الهاكينج يقدر يدخل ويطلع هذه المواقع. هذه مستحيل ان انت تسكر. نقول الله يعينكم على هالشيء، لان يوم ربعنا عبثيه ربعنا، ها من تسكر عليهم شيء ما شاء الله عليهم، من تسكر عليهم يعني شيء يطلعون لك بسالفه ثانيه. ان شاء الله يكون في قانون يردع هذا الامر، اكيد موجود القانون، يعني لو حد بيفتحه يتجرأ او من هذا